تحت شعار بننزرع لغم وبنزرع شجرة، وضمن برنامج بلوم ماستر كارد عطاء، نظم بنك لبنان والمهجر بالتعاون مع الجيش اللبناني زيارة إلى سوق الغرب، حيث تم غرس 500 شجرة صنوبر و100 شجرة زيتون في حقل تم تنظيفه من الألغام، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة ومدير عام المصرف السيد سعد أزهري، العميد رفعت شكر من الجيش اللبناني وممثل من شركة ماستر كارد ورئيس بلدية سوق الغرب، وأكد الحاضرون على أهمية المبادرة الوطنية التي أطلقها بنك لبنان والمهجر مع الجيش اللبناني.